كنا كندوزو النهار كامل حنا كنلعبو في الحومه، من تما بدات الهوايه ديال كره القدم. صافي النهار كامل كتخرج في الحومه كتلعب، كيبان لك باللي كاين، ملي كتلعب مع الدراري كيبان لك شكون اللي كيلعب مزيان شكون اللي ما كيلعبش. وانا كنت من الدراري ديال الحومه، كنت احسن العناصر اللي كانت في الحومه. كلشي كان كيقول لي باللي انت راه كتلعب مزيان، عندك موهبه مزيانه. صافي من تماك بدا الحلم ديال كره القدم. نفس المواعيد ديما كنخرجوا التيران عندنا هنا في الحومه، كان التيران ديال الترا، صافي كنخرجوا وكنبقاو نلعبوا ما بيناتنا حتى كيطيح الظلام. اليوم غدا حتى كيكبر الانسان، كتجي فكره ديال انه مع كتفرج في التلفازه كيبان لك لعابه كبار كيلعبوا، صافي انت كتفكر انك توصل لك المرحله ثلاث تبان في التلفازه تلعبت انت مع فرق كبار ديال الحومه. من تما كتبدا الفكره، كتبقى تفكر انا خصني نولي بحال فلان. كانوا بزاف د اللعابه اللي كيعجبوني بحال رونالدينيو، ميسي، بزاف ديال اللعاب. ما كنت كنشجع الفريق ديال برشلونه بزاف، ومن بين اللعابه كان ميسي، رونالدينيو، رونالدو، بزاف ديال اللعابه. كنت انت كتبغي كتطمح بانك تكون لاعب كبير بحال اللعابه اللي كيبانوا في التلفازه وتلعب انت كوره. من تما بدات الفكره. في الاول ما كانتش عندي فكره مره داتشي ميدان الكره، مره ما كانتش فكره عندي. صح النهار كنت كنلعب في الزنقه مع دابا كيسمعوني في الدار انا يوسف مشى يلعب مع واحد النهار جا عندي عمي قال لي نسجلك في واحد الجمعيه، زعما ديك الوقت اللي كتضيعوا مع الدراري في الزنقه ويضربك شي واحد ولا دوزوا في جمعيه ويقدر ما نعرف ربي سهل عليك. تما في الاول جاني داكشي اشكال، حيت انا كنت مساند كنلعب في الزنقه، جاني داكشي منظم بلوس وبالونيس داكشي مختلف على الزنقه. في الاول بديت كان داكشي بدا كيعجبني بشويه حتى انضميت لديك الفرقه مزيان، تعوضت معاهم هي هذيك مع ديك الفرقه. بقيت معها واحد خمس سنين. مور ديك خمس سنين بداو كيعرفوا شافوا فيا واحد موهبه، بداو كيعدلوا لي الورق، عدلوا لي الورق معاهم. بدينا كنلعبوا مع كيبوس برا المدينه ديالنا، بدينا كنلعبوا في طنجه. حتى واحد العام عاود جاوا عدلوا لي الورق باش مشيت معاهم لعبت في خارج المغرب اسبانيا، لعبنا واحد تورنوا تما. ديك الساعه عمي عاود هو اللي تكلف لي، كان باقي مكلف بيا ديك الساعه، عدلوا لي ديك الوريقه طلعت معاهم. ديك ملي طلعت من باركو جاني واحد الاحساس مزيون عجبني بزاف، وملي دخلنا في وسط الماء وديك الشيء واحد الاحساس مزيان عجبني. ملي وصلنا اسبانيا هذاك عاود واحد احساس اخر، كتشوف في الاول كنت بحال اللي باغي نبكي، بحال اللي تغرب على والديك، بحال اللي ما ترجعش لبلادك. Thank you.
نقول لك دابا انا جيت لهاد المدينه صغير في عمري 6 سنين هنا فين قريت هنا كملت التحضيري ديالي كملته هنا ما في البلاد كملت قريت نص عام وجيت لهنا كملت العام وخلال جينا لهاد المدينه صغيره لقينا بزاف ديال الصعوبات مشيت للخدمه مشيت سكوره بزاف ديال الحوايج خيلا راك عارف العائله شي شويه على قد الحال بغينا ندخلوا نلعبوا شي شويه ديال الكره ما لقيناش شي فراقي اللي بزاف اللي تلعب هنا وتلعب هنا وسبان هنا وسبان هنا لقينا جوج فراقي الوداد عين صوجطاس والاتحاد عين صوجطاس بالنسبة لنا كيكون خدام كيجي تريني كيكون جاي كيكون عيان شي شويه بسماره وكيكون في السوجي كيقلب وسيله النقل باش يجي باش كيكون شي شويه تراك بعيده وتطلع على رجلك وانت جاي خدام كتجي شي شويه قاصها وشي بعض المرات كنلقاو النقل باش كنجيوش هذا ما خاصش نطلبهاش لينا ضروري خصك تضحي ومع دابا ردات البطوله انا هو كنتريني وحد كندخلو حد كندخلو هنا حد كنخرجو عاوتاني وهي غادا وخصك تريني ضروري اذا خصك تريني بحال دابا كتلعب السبت خصك تريني الجمعه وتريني الخميس باش تبقى تلعب وكتكون خدام وكتجي تريني الا ما ترينيتيش راه ما غاتلعبش راه هي قانون لو الميليو تينا راه ماشي هو اتاكو ان اتاكو راه ماشي هو ديفونسور غير كتدخلو الاستراتيجيه ديال اللعب كنقولو بان اللعب الهجومي كيبدا منين كناخذوا البالون الو باش كنقولوا ناخذوا البالون خصنا نديروا واحد لو ستيل ديفونسيف باش ناخذوا البالون ما يمكنش الخصم يعطينا البالون هذا واش كنقول لكم الضغط على حامل البالون في الوقت المناسب ماشي تيشدوا يتفوريونطا تقول نضغط عليه سي تروتا راه غير كتلعبوا راه غير خرجوا 11 مازال ما عندناش مازال حنا اللعبه ديالنا راه مازال حتى فين غايبين حنا هاد كنهضروا معاه ونجيبوه زائد اون ايكيب جونيور 2002 2003 حتى هما غيكونوا باش غير كلشي حنا نهار الماتش غادي ناخذوا 18 لاعب يلا أمير لا سير معهم سير معهم سير سير دخل معهم يلا يلا اسماعيل يلا يلا اسماعيل يلا 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 أهلا سير تعالي كيداير بخير صح لاباس كلشي مزيان الأمور بخير الحمد لله كيداير أنت واحد دقيقة الله في الصمت يلا يلا صمد يلا عبد العالي بعد اللي جابته هي ذاك الروح والتربيه اللي كاينه في الفريق هي اللي جابته للفريق لانه هو ولد المنطقه وفاش جات تقريبا كنت كنتنبأ له انه ذاك العام اللي غيدوزوا معايا انه غادي يمشي دوز معايا عامين تقريبا من احسن المواسم اللي دوز في الحياه ديالو هادي بالشهاده ديالو تيقول لك راني خديت يعني خديت الشيء الكثير
دير مع صافا الحمد لله الحمد لله الله يسود فيك الخير كي داير انت مزيان الحمد لله المهم هذيك الورقه اللي مشتها لك واش نقول لك ما صحيناش بك الله يرحمهم انت انا خويا خالد الله ما صحيتش بك ما صحينا بك بالله الفرقه ديالي هذيك كبرت هنايا ما صحيناش بك بصراحه الله تمشي كاع في الظروف كي دايره وانما الا كان شي فريق اللي هو اكبر منا في المستوى وهذا ما عندنا ما نديرو الله يسهل عليك هاي احنا نبغيوك تكون مزيان من بعد من بعد تكون مزيان لان مستوى عالي في الكره غادي يعطيك عاوتاني باش تمشي لبلاصه اخرى ان شاء الله بحول الله احنا نبغيوك غير الخير ما نبغيوك شيء لا داك اخويا خالد راك عارف انا راه كبرت معاك هنايا في فارس الله يوفقك الله يوفقك اودي الله يوفقك دابا كنقلبوا على المستوى ما حسن تطور المستوى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله يوفقك ولا احتاجتي لشي حاجه ولا هذا مرحبا بك في اي وقت الله يحفظك اخويا الله يسهلك الامور الله يسهل عليك وتهلا لي فراسك واجتهد اجتهد راه عندك من الامكانيات باش تنجح ان شاء الله فراسي هذه رمضان نصور فيها ان شاء الله ان شاء الله شي حصه ولا ضروري ان شاء الله ان شاء الله يلا تهلا لي فراسك يلا تهلا لي فراسك الله يوفقك الله يوفقك يلا العام اللي ما تمكناش من الصعود صافي كان جا واحد الاحباط وواحد كتحس بواحد الفشل كتجات الفكره ديال انني نتوقف عن ممارسه كره القدم وصافي خرجت باش نخدم صافي بعدت من كره القدم مع جات الوقيته ديال كورونا وتوقفت صافي هذيك هي الفرصه فين جات كنت حبست من كره القدم واحد المده ديال واحد الموسمين حتى رجعت الحياه عاد وليت رجعت الشروط اللي خلتني نرجع لهذا الفريق هذا هو انه فريق كبير ومعروف على الساحه الوطنيه في مدينه فاس وكيمتاز بلاعبين ممتازين وقاعده جماهيريه كبيره امكانيات هي في مستوى الترونسبور ماتيريال ديال التدريب مدرب في المستوى اللي عنده كنقولوا كارير مزيانه تبارك الله في لاعب بريمير سيري اللي غتستافد منه الشيء الكثير هادي هي من الاهداف اللي خلاتني نرجع لهذا الفريق لانني باغي نطور المستوى ديالي ونشوف شي حاجه ما احسن ولا بغيت تشوف شي حاجه ما احسن راه كتقلب تنسى على شي حاجه اللي غتساعدك على الهدف ديالك كمل كمل وين دابا هاد القانون الجديد ديال اللاعبين اللي حدو في السن 24 سنه كان صعيب بالنسبه ليلي الا كان في عمرك اكثر ما تقدرش تلعب في هاد المستوى خصك تفتش على راسك هادشي اللي خلاني نتواصل مع السي عزيز بالتجربه ديالو اللي لعب في بروميير سيري دوزيام سيري عنده تجربه زعما باش يشوف لي شي نيفو عالي بحال دوزيام سيري بروميير سيري وليكسيلو حيت السن ديالي كيسمح لي نلعب ديك الاقسام هادوك هنا شي لا سويت لاكسيو زيد كمل وكنتي زيد كاع انت تفيكسي وتعطي هنايا ان بون بالو هذا ان بون بوان ساس ماركيها بالنسبه للان مانجير ملي كيشوف ان اكسيون بحال هادي حتى الجرأة انك لنا بزاف دابا حنا ما كناش كنشوفو لي تير بزاف في البطولات ديالنا ماشي بزاف هادشي هذا الجو هذه مزيونه هذا سي ان بون بوين بالنسبه لي ديال لي تير كتماركي بلي تير سي ان بون بوين دابا بالنسبه ليوسف غادي نحسبوه مبتدئ يلاه بدا المسار ديالو الكروي لان حنا دابا في المغرب راه مازال ما وصلناش يا ودي 19 اون 18 اون كيكون ملونسي هادشي كاين في اوروبا حنا بالنسبه لينا راه 21 اون 22 اون 23 اون عاد راه كاين ملاعبيه بداو لا كارير ديالهم حتى 27 اون 28 اون يعني يوسف دابا راه مازال في البدايه ديال المشوار ديالو تيمكن له بحال دابا النيفو اللي عنده انا بالنسبه لي الا خدا الا تلاقى مع مدرب في المسار ديالو الكروي اللي يعاونو ويثق فيه من الاول راه تيمكن له يلعب ميم يبغى يلعب في لي زيكيب ديال دوزيام ايشلون بريمير ديفيزيون ملي شفنا لا فيديو ديالو وشنو شفنا فيها كقدرات تقنيه
وتكتيكيه في المكان اللي كيلعب به، عنده بزاف ديال الحاجات مزيانين، كاين بزاف ديال الحاجات اللي يعاونوه انه يبرز. اللاعبين ديما مساكن كيعانيو في خفاء وفي صمت، علاش؟ حيت الغيره ديالو مع الفريق اكثر من الماديات، ولكن حتى الفوقاش غادي يبقى هذا اللاعب كيصبر. كاين عندي لعابه هنا اللي ما عندوش اب ديالو، عنده ام ديالو كيصرف عليها، خصو مسكين يجي خصو يربح خصو يدي نورمالمون، راه خصو يربح خصو يدي المنحه ديالو سير لو شون، سير المقابله، شنو غياكل هذا اللاعب؟ ها هو عاطل عن العمل، ما خدامش، المهنه ديالو هي كره القدم. وحنا في المغرب راه مازال ما وصلناش لذاك النقطه الاحترافيه ديال ان اللاعب غيكون صار عليه من الجامعه ويكون عنده يعني مدخول ديالو قار وبزاف د الحوايج. دابا اللعابه حنا عندنا هنا الاغلبيه كيجيو يترينيو بدون مقابل وكيمشيو يقلبوا على قوت العيش ديالهم خارج الميدان. اول حاجه راه هاد النوادي اللي هنا اصلا هما براسهم خصهم المساعده، راه ماشي يساعدوك انت، راه خصهم المساعده، راه هما مصايبين لهم لا تيران لا فيسير لا تا لعبه، وكيدير هذا النادي هذا باش يخدم تونيات والو، كيدير هذا النادي هذا، كيدير هذا المدرب هذا غيجي غيعطيك نتايا خلصه ديالك، هو براسو خلصه كيشدها بالسيف واقيلا، فهمتي؟ دابا النوادي اصلا هما خصهم اللي يعاونهم، هاد النوادي كنهضر لك هادو اللي هنا ديال صاوجدا. شوفي التيران كي داير، التيران راه حاشاك بحال شي كوري، ما عندنا تيرانات، ما عندنا فيسير، ما عندنا سلام، راه هيك بنادم كيلعب وصافي. الدوش والو، الدوش كاين بعدا الضو باش دوش، تيكون الضو عاد دوش، الماء مرة كاين مرة ما كاينش، شي مرة كتريني ما كاين لا سدواش لا والو، كتلبس حوايجك وتزيد. كاس عندنا فريق امل نحكوا هي لا ما شتايتك على المسبسي هنا يوسف بغى يخرج من المدرسة انا ما بغيتش جا قال لي ماما انا خصني ما نبقاش خصني نقرا قلت له علاش قال لي خصني الكره قلت له علاش خصني نعرف السبب قال لي لا ما نقدرش نبقى نكمل القرايه ونمشي للكره وهذا وهذا هضرت مع باه قلت له العيل صافي رفض ما خصوش يقرا قال لي علاش قلت له خصو الكره عينه عليه قال لك لا والو خصو الكره وصافي قلت له الكره خصها تكون القرايه المهم صافي قال لي ما انا ما نرجعش عندكم مدرسه خصني الكره صافي خليته على خاطر ما عجبنيش حالي اللهم يصرحني حسن جاني هذاك نيشان قلت له صافي مزيانه هكذا ملي جيتي صرحتيني بالنسبه لي انا ما باغياش وانما ملي صرحني ما عندي ما نعمل صافي اختار الكره بقى في الكره الله على لسان خويا الوليد اخوي من خالته الله يديك الصح صح نحسبوا لك الغايف الله يسامحك كان اسمه زيد ويكا صاروا اسمه ابد
ساعتها كل رغاية خاصو دابا يا ماشي دابا تاع الصيفية من البريباراسيون ديالو انا ما عرفتش التورتيا ديك النهار بحال هيدا كتعاد لا ايش ني انا نقول حاجه كنعمل بلا لقاء وانا ما عنديش بلقاء ما عيب ليا بزار مو ملاح ليا بزار ساهل هذيك الربيع اللي ما كنفهم له فيه انا ما كنعرف شي انا تعرف ولا خرجتي تلعب على برا مساكن بوحدك لا شي واحد معايا ضروري يكون معايا شي واحد كيفاش شي واحد معايا زين انت مشيتي في الصحراء سيدي الهوت انجوج بوحدك عرفت تا واحد انجوج انجوج بمن انجوج عاود دخلتيني في الماما ديالي عاود شاب العالم ما يرضي يبقى عليه السر تلعب الكره وتمشي للمدرسه ويجيب لي الحاجات غلبات عليك قلت له يبقى عليك السر يعطيك رضا العالم الا تلعب تمشي للمدرسه خير لك ولا اختار الكره الا انت بغيت الكره بعد على المدرسه الله يهنيها بغيت المدرسه بعد على الكره كان يبارك بقى انت نختار انا نشوف شي حاجه اللي تلاق لي انا نتبعها انا تنعاون قلت له يبقى عليك السر انا نعاود دعوت الخير وانت اللي صلح لي عندك بها المخرج الله يعاونك عليها راه باقي تتشاور مع راساته اول والد تمنى من الله التوفيق ايوا انت الله يعاونك وليد كنقول انا الله يعاونك اللي شوف اللي تخليك المستقبل ديالك ما كرهناش نلعبوا كره ولكن ايوا اللي عندك فيها الربح الله يعاونك عليها انا معكسك حتى على شي حاجه علاش قلت لي الله نعاونك نحت باقي فينا ما يتحرك أول مرة خدمت في حياتي ما خدمتش في الصناعة خدمت في الفلاح خدمت في البصلة مشينا كنا كنحيدوا البصلة كنحسروا البصلة كنحيدوها ومازال كنقول كنقرا ديك الساعة راه مازال كنقرا في الرابع كنتخدم كنشدها 1000 ريال في النهار وكذا 6000 ريال كتشدها في السيمانة كتمشي تعطيها للمريض داك هو النهار الأول اللي خدمت هي الفلاح لا ونسيح الصباغة ونسيحش الصباغة في البلاد هذه قضية شوية ناقصة كتشد بريكول مرة كتشد بريكول ولا عيط لك شي معلم مرة وصافي حنا يا عائلة هنا في الحال ماشي شي عائلة اللي غالية تقول عندها الفلوس ولا عندها شي قول صافي أنا ما خدمتش حتى مرة حتى مرة شي اللي كاين ضروري كتخدم واحد النهار فكر زناود نخدم مع الوالد حيت الوالد كورة محدد نتعلم الصنعة معه ونعاونو هنايا حيت أمسي الراجل كبير هو كبير مقدرش يقدر يعمل كلشي عاود درت معاه فكرت قلتلو الوالد نخدم معاك تعاوني نتعلم الصنعة هاديكشي قال لي مرحبا قال لي واش سينا زعما هادشي هذاك زعما عندك فيه الغرض تدخل لنا لهاد الميدان هذا قلتلو حيت انا ما خصنيش نضيع الوقت في الزنقه لا نضيع الوقت معاك حسن قال لي واخا بديت ملي كيبدا هو يفسخ شي ماكينه كندي عيني معاه صافي الحمد لله بديت كندي مع عنده شي حاجه الخبرات مع الناس مع الكليان كيجيب الكليان عنده كنهضر معاهم انا مثلا خصهم شي حاجه انا كنمشي نجيبها لهم بلا ما كيمشي هو صافي صراحة اللو سبوجي ديالو ها
كنوض في الصباح كنتوضى كنصلي الفجر وكنخرج كنتوكل على الله. كما كتعرف بدل الله كيكونوا مازالين ناعسين كتحاول انك تخرج غير بشويه في الدرب حتى كتخرج للشارع. عاد كندير امارش الموتور وكنخرج. كتمشي للسوق كتراسي البلاصه ديالك باش منين تقدر الخضره تجي قلب البلاصه ديالك ما ادارك حتى شي واحد. من بعد كتمشي للمارشي كما قلت لك في الظلام والزحام والخضره كتباع في الصباح بكري خصك تلحق بكري باش تاخذ النصيب ديالك نتايا. كتدور وكتسارع كتشوف الثمن كتشوف الثمن مزيان وحاجه في نفس الوقت الثمن مزيان وتكون حاجه مزيانه كتتقدى وتسرجي الخضره ديالك في الموتور. يعني كاين واحد العذاب في الصندوق ما عند البلاصه فين خديتيه وتخرجو حتى على برا الموتور تسرجي وتجمع الخضره ديالك عاد في نفس الوقت كتتجه للسوق. بالنسبه للكره ما عندهاش مع شي فريق اللي عنده الماديات وكذا علاش كتربح بحال هكا الا لعبتي شي ماتش كيطرو عليك كيعطيك 100 درهم ولا هكا ملي كتسني كاين واحد شي فلاسين هاد الفراح وصافي هادشي باش كتلعب سنة علاش ما الفريق ما عندوش شي مخو حتى هو ولا شي فريق اللي فريق سوا الا بدا حاله وصافي. بالنسبه للصباغه راه بلا ما يقدرش يدير اسره راه ما نقدرش الصراحه. بالنسبه للصباغه راه ما نقدرش نفتح بيت وندير اسره وندير وليدات. قاش الصباغه كتخدم لك غير في الصيف وفي الشتا شنو غاتوكل ولادك شنو غاتوكل مرتك غاتوكلهم الحجر؟ لا ضروري خصك شي حاجه اخرى غير الصباغه دير تخدم في الفلاحه تخدم في البنيه تخدم كذا خصك تكافح. وما الا عولتي الصباغه راه ما عمرك تتزوج ما عمرك دير ولد غتبقى زوفري لا ولاد لا والو. صالح الوالد فهمتي كيعطيني واحد الحاجه كيعطيني واحد البركه اللي يلاه انا فهمتي يفرحني بيا وصافي ما يقولش قدم على والو. انا ما كنطمعش فيه الصراحه فهمتي الا عطاني وهذاك ما عطانيش كنقول صافي انا كنتعلم الصنعه اصلا كندي واحد بحال اللي كنقولوا حنا كنبروفيتيو كنبروفيتيو ما نعملوا ديالنا حتى حنايا وداك الشيء. تنفس كل القتل 210 مليون يتنفسوا لسه خطط الكره. الله يرحمه. Thank you.
السلام عليكم. خليك معايا اخويا. هيا عمر. تشكيل البطاطا. وفاش كنكون خدام عندي بعض الكليان وبعض الاصدقاء، كاين حتى الجيران والعائله بحال هكا، راك عارف عارفين كن ندير نبيع ونشري في الخضره، فكيصونيو عليا اللي خصو شي حاجه كيقول لي نجيبها له معاه، كندير له ليها التوصيل بلاص ما عاد كيجيو حتى السوق، كنوصلها له حتى عنده حتى الباب الدار. فملي كتجيني شي كوموند كنتقداها للكليان، ملي كنسالي خدمه كنوصلها له سلبه بالدار، كتسهل الخدمه عليه فهمتي. كاين حتى بعض الريستورات بعض المرات كيبغيو شي حاجه كنوصلها لهم بالتريبورتو، وموراها كنمشي للتدارب. هذه هي اخر خطوه كتكون قبل ما نمشي للتدارب. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. هيا انا اللي مكلب الانداز. صدرك ها هو اصبر، هاي اسيري ها هو اصبر اللي بغى اصبر. انا اندالو عبد الرحيم. فين لا هذا ما يلعبش معايا. عبد الرحيم انا اللي هذا فيك تبقى يدلو. لا تخيلتي مع فيصل صافي، لا تخيلتي داك النهار هضرتي معايا وقلتي لي شنو، قلت له فيصل نلعبوا معاك صافي تحيدتي. دابا ما جيتيش علاش غادي عند هذا كتخضر هنا وهنا، حيدتوني غتلعب مع هذا ولا تبارك تلعب مع فيصل. الفرقه غير حيت هو شكون راه صاحبي كاع لعبتو. انا ما نقمعوش، انا ما نسبق عليه. هو اش هو مكتوب عليه جماعه قال لي معين لا، قلت له غير خليه نزيدوه معانا، ولكن باش تبقى تبرهج عليا لا صافي على حساب ليا راه يبقاو يديروا لكم بحال واحد اخر. وحاليا عطاونا واحد الفرصه، دابا عطاونا كنأطروا الدراري الصغار الحمد لله، وبغينا نوصلوا داك الدراري الصغار لداك الشيء اللي ما وصلنالوش حنا في كره القدم، وكنوقفوا معاهم وكنتمناو حتى حنا مع المده نوليو حتى حنا شي اطر ان شاء الله كبار. وهذا مي كره ما عطاتناش، ما ولينا شي لعيبيه اللي شي لعيبيه الناس، بقينا هنايا في الهواس، ودابا كنطمحوا ان شاء الله نوليو شي مؤطرين مزيانين ونطروا الدراري الصغار، وداك الشيء اللي ما وصلنالوش حنا وما عطاتناش كره نعطيو للدراري الصغار ونعاونوهم ونوريوهم بزاف د الحوايج ويستافدوا منا. بين الدراري هادو كاين خويا نبيل الصغير في خوتي، موهبه تبارك الله وكيلعب كره، ودابا كنحاول نترينيه ويجتهد ويلعب وكنتقاتل معاه باش ان شاء الله نشوفو شي لعيب كبير ان شاء الله في المستقبل، وداك الشيء اللي ما شفتوش انا في راسي نشوفو فيه هو ان شاء الله. ومن جهه المستقبل ديالو كره راه بنادم ما تحكملوش على المستقبل شنو غيكون من هنا لغدا. انسى ما وصلتيش راه ما تقولش هذا راه ما غيوصلش ولا الاخر ما غيوصلش، يقدر يوصل هو يقدر يحقق الحلم ديالو، وحنا نعاونوه ونشجعوه، واللي دارها الله هي اللي غتكون. اللي غيكبر راه غيطور الموهبه ديالو وغيطور من راسو وراه غيوصل. الا لقى اللي يعاونوه ولقى اللي يشجعوه واللي يوقف معاه راه غيوصل، الا ما لقاش راه بحالنا حنا راه ما غيوصلش.
محمود ومخلص ان شاء الله غدا نلعبوا معهم صحيح. احسن حاجه غدا شنو هي؟ هي يبدا بعمر وجواد ومحمود في الوسط. هذاك هو الوسط هو هذاك على هذا ساعدني انا والله تاك عبد الرحمن الرحمن باين عبد الرحمن الشرقي تينا ما تدخلش يا اخي يوسف باين ما تلعبتي الاخراني باين باندا الخاو والله واقعي ملي تساني تدخل عبقى تغوت على عباد الله هاي داخل عبد الله صراحه كتغوت 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 وانا هضرت معاك قلت لك يوسف فيها انا عملتي فيها هيدا وتينا ما صاحبي يدار معايا كابيتان سيكون كيعرف يهضر مع اللاعب ديالي زعما الخوا خليني كنحشم خليني كنحشم كنوقرك شويه ياك اخي اما نطيح لك مور انا غندير زيد سينا خلينا نهضر اخويا غدا خصك تغلب المعلم باش نطلعوا ان شاء الله يا ربي ضروري هاد كرسي من اللاعبين ما خاسرين والو ما طايحين ما طالعين اييه وصافي اخي خلينا نعسو وغدا ان شاء الله يكون خير ايوا الله ان شاء الله باذن الله كنخلص 600 درهم في السيمانه غير لي ديبلاسمون هادو غير لي فري دو ديبلاسمون وضرب في الشهر وضرب في هذه وشوف المنحه ديالك اللي كتعطيك الجماعه ودير هذه القديمه كل عام معين عنده 20000 درهم د العجز كل سنه اذا انا ما يمكنليش نمشي ندوها انا دابا 7 سنين عندي دابا كريدي الفرقه 172000 درهم باش نحط لا ليست غادي يكون عندنا هشام حمي غيكون عندنا الاحمدي سفيان غيكون عندنا سفيان بن حمزه غيكون عندنا المعتوقي يوسف غيكون عندنا الرفيقي محمد نتمنى من الله الرفيق يبدا يدير لنا شي ماتش مزيان عرفتي علاش كتعيا حيت ما كتوقف شي وكتبقى خدام ما غتعياش ملي كتقول ارتاح عاد كتاكل العصا بالنسبه لمحمد تاونا ما تكونفوكيتيش نظرا لا بليسيغ اللي عندك في الماتش الاخر اللي لعبتي تقصحتي اذا ما يمكنلكش تلعب هذه المقابله باش ما نزيدوش نكملوا عليك حيت مازالنا مقابله صعبه واحده اخرى مع الاولى غنمشيو عندها قسم الحرطان نتمنى من الله في ذاك الوقت ان شاء الله غتكون بري واجد راه غنكملوا 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 هاد 16 غدا الحضور مع جوج لار الله كاعت وا كنشوف قبيله صالي بنادم صالي ما تقيدناش لا لا شو راه عادي ما تقيدتيش واش من عادي هسه باش ما ترينيناش هنا راه صافي قلت لنا ما ترينيتيش لا واحد قال الماتش راه قال وراك مفرع على وكذا انا راه سمعت هذا الشيء هذا كامل شي بحال اسيا صعيب كنا صافي راه لا ماشي بالضروره فات الماتش هذا خصك تعول عليك الماتش يعني صافي تديتي دابا لا يباس لا يباس لكن إما طويلة إما قصيرة إما طويلة إما قصيرة صافي عرفنا
حنا كان عندنا طموحات وكان عندنا احلام نلعبوا مع انديه كبار، وانا الحلم ديالي هي نلعب مع الرجاء الرياضي، وكيعجبني اللاعبيه بحال بانون بحال متولي بحال الحافظي. حتى حنا بغينا حتى حنايا نبانوا الناس ونبسموا البصمه ديالنا وما كسبش، من خلال الظروف ما ساعدتناش والفقر، وهاد البلاد هادي مدينه صغيره ما كسبش وما صغرش. الله يقدر ربي يسهل شي حوايج اخرين، ما عرفتي حتى انا نوليو شي نهار مؤطرين ونشدوا شي فرقه كبيره والخير القدام. والسن راه ماشي هو العائق، راه هاد البلاد هادي، هاد البلاد هادي هما اللي كيتخلاو على بنادم. كاينش اللي يوصلك، كاينش اللي يبينك، ماكو كان سلوك وكان اللي يبينك وراه ما غاتقلعش عليه. كرة واخا دابا ما وصلتيش هي معاك، ما غنجيبوش نهار نلومو كرة. الا ترتاح فيه الا خدمتي فيه وعطيتي مزيان راك غتوصل. ماشي بحال كرة القدم، صعيب شي شويه خصوصا في مدينة فاس اللي تنقول لك مقتوله بزاف بزاف ديال النماذج بحالي، ماشي غير بوحدي، راه تقريبا الالاف اللي كيعانيو من هاد المعاناه، وكاين اللي كثر. فملي كيوصل الانسان لمرحله ديال 22 عام 23 24 كيبدا يأس من كرة القدم في سن مبكر. انا كتلقى الدري مازال صغير وكطلع له كره في راس صافي كيوقف ما يقدرش يكمل. الحمد لله ملي طلعنا كانت فرحه كبيره بالنسبة لي والعائلة ديالي، خصوصا هاد الصعود كان صعيب، والماتشات اللي لعبنا كانوا صعابين، الحمد لله دوزناهم وطلعنا لهاد القسم هدا اللي سباق لي لعبت فيه. ولكن دائما كيبقى عندي الخوف من المستقبل، حيت هاد النيفو ماشي شي مستوى اللي لا تقد تعيش بالعائلة وتكون أسرة. داكشي علاش كنبقى نفكر وكنشوف واش نكمل في الكورة ونشوف شي طريق آخر.